السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بعد الفاصل أو بعد الموجز. الحقيقة الوقت النهاردة ما كانش متسع لأكثر من الموجز، لكن التعليقات هتكون مع الضيفين العزيزين جدا اللي أنا سعيد إن هم معايا النهاردة، الأستاذ مجدي المعصراوي عضو مجلس الشورى عن حزب الكرامة وعضو جبهة الإنقاذ بالتبعية، مش كده الكلام مظبوط؟ طيب يبقى أهلا بيك أستاذ مجدي، وأيضا الدكتور حمزة زوبع القيادي بحزب الحرية والعدالة وعضو الإخوان المسلمين من غير تبعية بالأصالة، مش كده؟ أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك. طيب نبدأ مع الأستاذ مجدي المعصراوي. أنا عندي في استعداد لمظاهرات 30 يونيو، النهاردة شفنا صور أستاذ حمدين صباحي وهو يوقع استمرار التمرد باعتبار أن يعني أنه يدعم هذه الحركة، و يعني في استعدادات واضحة على الأرض من كل من جبهة الإنقاذ ومن كل التجمعات والمجموعات سواء حزبية أو حتى مجرد جماعات سياسية لم تتشكل أو لم تتبلور إلى أحزاب بعد، في حالة من الاحتشاد كده ليوم 30 يونيو. أنا عايز أسأل حضرتك سؤالي الأول، هو إيه القيمة القانونية للاستمارات اللي بتجمع عليها توقيعات؟ يعني انا دلوقتي ال 85 مليون مصري هيمضوا على الاستمارة دي، وبعدين بعدين الدكتور محمد مرسي يقول لنا متشكرين لا يا حوالي وبعدين لا استاذ مجدي انا الاستمارات معايا لا حكيت سؤالك القانوني الاستمارات في ايدي هاخدها واديها فين؟ ده الاتحادية للدكتور محمد مرسي. يعني المسألة مسألة تعتمد على الضغط الأدبي اللي هو فكرة سياسية مش فكرة قانونية. ده صحيح، ده حسب فهم أنا إنها ذو قيمة معنوية. هو مين اللي بيغير؟ مين صاحب السلطات؟ الشعب. فالشعب بيوجه رسالة لرئيس الجمهورية اللي انتخبه بموجبه، الرئيس ده منتخب من الشعب المصري. طيب متفقين على هذا؟ متفقين 100%. طيب بناء على تفويض انه يعمل كذا 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 كذا، ما تعملش ولا حاجة من وجهة نظر بتوجبة الانقاذ اللي انا واحد منهم، وفئات اخرى من الشعب المصري، انه لم يوفي العقد المبرم ما بين الرئيس والشعب او القطاع اللي بيمضي على استمرار التمرد. بنقول له والله انت اخليت بشروط العقد المبرم ما بيننا على انك تحكمنا عشان تحقق لنا 1 2 3 4، ما حققتش لا واحد ولا اربعة ولا حققت اي حاجة، بالعكس في تراجع في الدور المصري على المستوى القومي على مستوى الوطني على مستوى الحياة الاجتماعية للناس من مأكل وملبس وحالة فقر وتدهور في جميع الخدمات، وانتهى تتويجا بالفضيحة بتاعت الهوى اللي موجودة بتاعت سد النهضة. كويس، انا عايز بس انا وسيله ضغط بنقول للرئيس بنقول للرئيس شكرا باحترام، بس انا عايز اقول حاجه في بالمناسبه الاستاذ محمد بيومي. الاستاذ محمد بيومي كان هو من حزب الكرامه برضو كان معايا على التليفون واكد لي قال لي انها وسيله ضغط سياسيه، وده كلام انا اقدر افهمه واقدر احترمه. ليه؟ لانه حتى لو الشعب مش معترض على حاجه بس رجع في كلامه كده منه لنفسه، فالشعب هو مصدر السلطات في ده قالت بقى الديمقراطيه. ده صحيح. فبما ان الشعب مصدر السلطات، الشعب هو الذي اعطى الصوت ويملك ان يسحبه، وهنا هكون امام ضغط سياسي وشعبي وادبي. ده صحيح. لكن بعض المدلسين واقولها بشكل صريح يصورون للناس ان الاستمارات دي احنا هناخدها نوديها المحكمه الدستوريه، فالمحكمة الدستورية هتحكم بإبطال انتخاب أو بعزل رئيس محمد مرسي. لا لا الكلام ده صحيح، وأنا لا أقف ولا حد في جبهة الإنقاذ صرح وقال الكلام ده. هذا الكلام غير صحيح. غير صحيح بالمرة، بس أنا عايز أأكد حاجة في الأول عشان يعني شوية نقط صغيرين كده في بداية الحوار. أنا عضو في مجلس الشورى اللي بيضم أغلبيته حرية وعدالة، في حزب النور وفي أحزاب إسلامية وأحزاب ليبرالية وقومية موجودين في قلب المجلس. نختلف كثيرا ونتفق قليلا، انما طول الوقت بنحترم بعض. ربنا يخلي لنا وطن جميل نختلف فيه. ربنا يدام علينا نعمة يعني. انا حابب جدا ان احنا نختلف ونظل نحترم بعض. أكيد. انا بختلف مع الدكتور مرسي، انما لا اصرح
ولا اسمح ان حد يتجاوز لفظا ولا عملا باستخدام العنف تجاه اي مؤسسه من مؤسسات الدوله. كلام جميل. ده عنوان عريض جدا. ده انا هجيله دلوقتي على عدم استخدام العنف وسلميه هذه المظاهرات. انا هجيله دلوقتي بس احنا هنمشي كده بالترتيب بنقاط. يبقى اذا يا جماعه اللي بيقولوا لكم ان احنا هناخد الورق ده ندي الدستوريه، دول ناس مدلسين، دول ناس نصابين، دول ناس كذابين. ليه؟ لانه انا راجل بتاع قانون، خريج حقوق، يعني درست القانون في كليه الحقوق، واعرف ان المحكمه الدستوريه محكمه بتتعامل مع هيئات قضائيه، مع محاكم وهيئات قضائيه، ما بتتعاملش مع الافراد. يعني انا ما ينفعش ان انا اروح مني لنفسي كده اروح المحكمه الدستوريه اقول لها محكمه دستوريه ده انا عايز مش عارف ايه، هتقول لي انت مين يا ابني، انا بتعامل مع هيئات قضائيه. اذا هذه الاستمارات لها تاثير ادبي وتاثير سياسي وتاثير معنوي، وتمثل شكلا من اشكال الضغط الشعبي. اهلا وسهلا، مرحبا. طيب دكتور حمزه زوبع، دلوقتي الاستاذ مجد المعصراوي قال هذه الاستمارات تشكل ضغطا ادبيا وشعبيا وكذا، وارى ان الحال كذلك بالتاكيد. يعني انا النهارده لما اروح للسيد رئيس الجمهوريه معايا 10 مليون استماره من 10 مليون مواطن بيقولوا له سياده الرئيس نحن لا نريدك رئيسا، هذا لا شك يشكل راي واضح ويمكن ان ينبني عليه قرار من الرئيس. ما بقولش قرار بالاستقاله بالضروره، لكن اكيد هيبقى يعني ده راي الناس، فاكيد ان راي الناس ده له وزن لا يساوي صفر. انت ايه رؤيتك للمساله؟ بداية أشكرك على الاستضافة، وأشكر أنت أوجدتني في هذا المكان مع السيد مجد المعصراوي، راجل تحدث بلطف وأدب. ده أقل واجب يعني. الحقيقة إنه نحن كحزب الحرية والعدالة وكناس لنا عمق بعمق وجود الإخوان في الشارع، صحيح، نشعر بأن هناك فجوة بين تطلعات هذا الشعب وبين الأداء على الأرض، ونعترف بالقصور. كويس. ليس تهربا من المسؤولية، ولكن دائما نقول أن الشعب وحده له الكلمة الفصل في من يحكم ومن يبقى في المعارضة. دي برضه مرة ثانية دي قالت للديمقراطية. سليم. ونحن نرضى بحكم هذا الشعب. صحيح. وفي قمة المأزق وحين قالوا إن شعبياتنا صحيح، فاكر دروس الاستاذ، لا دروس الاستاذ حسين اللغه العربيه، ان شعبياتنا في الحضيض، قلنا لهم اذهبوا الى صناديق الانتخابات. صحيح. لكن جاءت الدستوريه فضربت الموضوع اخماس في اسداس. فجعلتنا يمكن مجلس الشورى بيقول لك خليه كده مجلس حتى يبقى ايه شرف عرف، يعني يبقى منظر. يعني لماذا نقول ذلك؟ لا هو مش منظر على فكره، هو مجلس له كامل الصلاحيات. لا واحد حد قال وليس باطلا، حد قال كده، المجلس ليس باطلا وانتخابه باطل، يعني هو مجلس تسيير اعمال. ممتاز. هو مجلس تسيير اعمال. في الظروف الاستثنائيه لا تطبق القواعد العاديه. يعني لما يكونش في مجلس شعب ومجلس شورى مطعون عليه ومحكمه دستوريه كل يوم تطلع بشيء واجواء من السياسه فيها احتقان، بقول انه الشكوى مسموعه والرساله وصلت، لكن هناك عده نقاط يجب ان نتحدث عنها. واحد، تصوير الامر على انه محاوله الى خلع الرئيس كما خلع مبارك، فهذه مقارنه ظالمه وبائسه وضعيفه وميته. هنيجي دي عند ملف العنف. لا انا قلت بس تصوير الامر على انه مساواه. اللي خلع الناس دي، اللي خلع مبارك يقدر يخلع مرسي؟ اللي خلع مبارك هو الشعب، والذي سيخلع مرسي ان اراد هو الشعب. ولكن ما فعله مبارك على مدار 30 سنه استوجب خلعه، وما فعله مرسي الذي من اليوم التالي كان حمدين صباحي وخالد علي في ميدان التحرير بيطالبوا بمجلس رئاسي. انا مش حمدين صباحي وخالد علي، انت هتسمح لي اقرا دي لانها في صالحك. لا بس يعني انا بس حبيت اقول لك، لو قطعتني هتندم. انا هقرا دلوقتي جدول بالمليونيات اللي خرجت ضد الرئيس محمد مرسي. يلا اتفضل. 24/8/2012 مليونيه حل الحريه والعداله واسقاط مرسي. ادي 24/8 يعني بعد كام شهر؟ 2012 بعد شهر تقريبا من انتخابه.
31/8 بعدها باسبوع 2012 برضه مليونيه لرفض اخوانه الدوله ومحاكمه العسكر. انا مسمار فيها. 21/9 يعني بعد اقل من شهر من المليونيه دي كمان 2012 مليونيه انذار بكشف الحساب. 12/10/2012 مليونيه الحساب لمرور 100 يوم على رئاسه مرسي. 19/10 يعني في ال 100 يوم الاولى انا عندي 4 مليونيات كل 25 يوم مليونيه. ده ريكورد. ده مساء الخير. ده ريكورد ده رقم قياسي. طيب 19/10/2012 مليونيه مصر مش عزبه. 23/11/2012 مليونيه عيون الحريه. 27/11/2012 مليونيه للثوره شعب يحيى. يعني شهرين في شهر واحد ده 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 في شهر. على فكره انا ما بعلقش يعني. لا ما انت لا ده انا هطلب منك حالا التعليق استاذ مجدي. 7/12/2012 مليونيه الكارت الاحمر. 14/12/2012 مليونيه لا للاستفتاء. 18/1/2013 وصلنا 2013 الحمد لله. الحمد لله بسلامه بعد كم بعد 13 بعد سلامه الله وبتوجيهات السيد الرئيس عشان برضه. الكلام يعجبك سيد رئيس رئيس القناه رئيس القناه عشان ما تغلطش في حد ماشي. 18/1/2013 مليونيه التراس اهلاوي. 25/1/2013 مليونيه لا لدوله الاخوان. كان اللي فات ده كله كان بيقول نعم. 1/2 بعد 5-6 ايام اهو مليونية جمعة الخلاص 2013 طبعا. 8/2 مليونية جمعة الكرامة والرحيل. الكرامة اهو يا عم والرحيل جت سيرة ماشي. 11/2 بعد 3 ايام مليونية 11 فبراير تذكيرا لمرسي بالسبب الذي خلع مبارك من اجله ليكون نسي. 15/2 يبقى انا عندي شهر 2 فيه 1 و8 و11 و15 وجاي لنا لسه 22 مع انه ايه؟ مع انه اقصر ظهور السنة ده في 5 مليونيات. يبقى 15/2 مليونية كش ملك. 22/2 مليونية محاكمة نظام مرسي. كش مات. 1/3/2013 مليونية العدالة الاجتماعية وعايزين نشتغل. 15/3 الفرصة الأخيرة. يا نهار ده كان في فرصة أخيرة قبل كده. 22/3/2013 جمعة رد الكرامة تاني في أهو. 29/3 مليونية ما بنتهددش. 19/4 مليونية إعدام مبارك وإسقاط مرسي. 25/4 مليونية استقلال قضاء وإسقاط مرسي برضو. أي حاجة وإسقاط مرسي. يعني عاملة زي عسل وطحينة. أو تاجر وترزي. ف 17/5/2013 مليونية العودة للميدان. 24/5/2013 مليونية القصاص وإسقاط مرسي. 30/6 اللي جاي بقى ثورة تمرد لإسقاط مرسي. أستاذ مجدي إيه كل المليونية؟ كم واحدة دول أنت عارف؟ لا ما أنا هديهم 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 واللي جاي هتبقى ال 25. 25 احنا في سنه يعني بمعدل 2 مليون في كل شهر. 2 بوينت. ايه رايك؟ رايي ان ده شعب رائع جدا. شعب عظيم. اه انا بتكلم بجد. كويس ده على اعتبار على بس ناس على اعتبار زي ما قلت لك في بره ده دول بيعبروا عن الشعب. لا لا ده سؤال انا ما اقدرش اقول ان دول ما بيعبروش عن الشعب. لا لا دول بيعبروا عن الشعب. وانا مع ان الشعب الحي ده كل الشعب الشعب الحي. دكتور حمزه نسمع كلام نسمع كلام نسمع كلام حاجه. الدنيا يدعي ان هو يمثل الشعب المصري فهو كاذب. كل واحد بيعبر عن نفسه او عبر عن حزبه او عن جماعته او بالظبط كده. يعني كل واحد يعبر عن ما يمثله. ايوه يعبروا عن معارضه السياسه ما عنديش مشكله. اقصى ما يمثله ان انت تقول ان انا بمثل حزب الحريه والعداله. كويس. او انا اقصى حاجه ان انا بمثل حزب الكرامه. وحتى ما امثلش التيار الشعبي ولا جبهه الانقاذ لان في اطراف طبعا. بس السؤال هنا إن السؤال هنا يا استاذنا اتفضل. انا عندي 25 مليونيه في سنه. يعني 2 مليونيه ممكن يكون اقل او اكتر يعني مش هو ده ال ماشي 2 مليونيه بمعنى ايه؟ بمعنى ده هيفكرني بكلمه ديجول انه من الصعب جدا انك تحكم شعب بيحب بيختار ما بين مش عارف 80 ولا 800 وقال رقم انا مش فاكره ايه نوع من الجبنه بس رقم نوع من الجبنه. الاكثر صعوبه انك تحكم شعب بيعمل 25 مليونيه في السنه حتى مهما كنت انت كويس يعني ومهما كان ده حق للناس انها تعبر عن رايها. يعني هو العيب في الشعب بتاعنا نغيره؟ لا 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 ولا العيب في اللي ما بيقراش صح؟ لا العيب كمان ممكن يكون في ترشيد للاداء السياسي، ممكن يكون في ترشيد للمعارضه، يعني ان انا هعمل المعارضه يعني المعارضه هي معارضه، يعني انا يعني انا بطالب بترشيد الدنيا الحكومه. المعارضه هي معارضه وعشان تعمل يعني مناخ ديمقراطي صحيح ان الكل فيه يعبر عن وجهه نظره. كويس. سواء كان في الحكم او في المعارضه
ودي اصول فكره تداول السلطه في المجتمعات. كده مثل كده مثل بلدي في كده مثل بلدي، وانا وحضرتك والدكتور حمزه اعتقد ان احنا كلنا من اصول فلاحيه. ده صحيح. يعني ففي مثل كده في بلدنا بيقول هوش بعصايه العز ولا تضربهاش. فاهدي هذا المثل للمعارضه. يعني هوش بعصايه المليونيه ولا تضربهاش، انما كل خمس ايام مليونيه مليونيه. ما هو لما ربما ربما يبتذل هذا سلاح الضغط. لا ما أنا طالما هذه المشروعيه موجوده دستوريا وقانونيا انك تعبر عن وجهه نظرك في سلميه في سلميه اللي يستخدم العنف ده انا بعتبره مش لا من الثوار ولا من يعني حتى مش وطني مش راجل وطني اللي يستخدم العنف ايا كان مصدره هذا العنف، فانا واحد من الناس ضده جمله وتفصيلا. كويس كده. انما عندك حق دستوري وعندك حق قانوني وعندك حق عرفي في المجتمعات والديمقراطيات كلها انك انت تقدر تعبر عن رايك. انا مش لعيب ما اقدرش الوم الشعب المصري ولا جزء منه ولا فصيل منه انه بيعبر عن وجهه نظره. راجل قام بثورة عظيمة ليس لها مثيل، أنا في وجهة نظري أنها أعظم ثورة في التاريخ. أنا كتبت مقال في التاريخ عنوانه أعظم ثورات الإنسانية. ده صحيح. ده ينطبق يعني تماما على هذه الثورة العظيمة. طيب. الرائعة. طيب. اللي كان الشعب المصري فيها متوحد بكل أطيافه، فيحصل أنه فريق فيه يؤمم هذه الثورة لحسابه لوحده. لحظه وما تقوليش ان الصندوق، لان الصندوق ده احد الادوات. الصندوق ده هو الشعب برضه. ما هو الشعب برضه يا سيد الفاضل. وانا ما يعني هو الشعب. ده السؤال. طيب. هل يحترم تماما تعبير الشعب؟ طبعا والانتخابات محترمه ونتائجها محترمه. بس انا مش مختلف مع ده، بس انت ما تنكرش على المعارضه انها تعبر عن نفسها على الاطلاق. ما انكرتش بالظبط. بس عندي حاجه في القانون برضو اسمها ايه؟ وهذا حقك. والتظاهر والاعتصام، خلي بالك انت يعني اعتقد اننا نجلس وقد يعني جاوزنا الخمسين والنص قرن اللي قضيناه من حياتنا قضيناه لانتزاع حق. لا انا تجاوزت الستين كمان. ماشي. بسنتين. النص قرن اللي قضيناه من حياتنا ده قضيناه لانتزاع حق الاعتصام والتظاهر فمش هنيجي النهارده ننكر اللي احنا قضينا 50 سنه عشان ننتزعه. لكن في حاجه اسمها حتى في القانون حاجه اسمها التعسف في استعمال الحق. ده صحيح. اللي بتستخدمه طيب. بقى السلطه ازاي؟ مش الشعب يعني الشعب هو المعلم والقائد. ما اتعلمنا كده 15 يوم. لو ان شاء الله يعمله كل يوم طالما انت يعني انت مش تعسف في استعمال يعني الحق. انا وجهه نظر ان هذه الحكومه ظالمه. كويس. ولا تعبر عن الشعب المصري ولا تعبر عن ثورته العظيمه اللي اتعمل. الناس دي لا كلت ولا شربت ولا طب ما تيجي اشتغلت. ما تيجي ادخر قوتي. ما تيجي انا اهو انا راجل ناشط سياسي يا سيدي. ان ما كنتش كفء. ان ما تيجي ادخر على الدكتور قوتي. انا بتكلم على هذه الحكومه. لا. يعني جابت الانقاذ قالت احنا عايزين، ما قالتش ان احنا نشيل الدكتور مرسي، قالت لا نشيل هذه الوزاره وعايزين نائب عام وعايزين قانون انتخابات. ما جابتش سيره الدكتور مرسي. مش راضي يسمعنا. كويس. يعني لما يبقى طيب ما حدش جاب سيرة الدكتور مرسي. سبحان الله بتدخل. قوي. دكتور مرسي. لا قبل انا رايح لك معاك. لا هاجي لك. نمره واحد، الحق اللي زي ما قالنا محمد نضلنا عشانه وحق مش لينا لكل الناس. نمره واحد. نمره اثنين، من حق اي حد يعمل اي حاجه. لكن السؤال، حين تتحدث عن معارضه او مجموعه معارضه هي اللي بتقوم هذا الكلام وتحتاج، خلينا نسمي الاشياء باسماء، نقول دي تظاهرات الاحزاب المعارضه، ما عنديش مانع ابدا. علشان وبعدين نمره ثلاثه، حته المليونيات والله الشعب اللي بيقود المعارضه. طب بس مش المعارضه اللي مش الشعب. مش انا اسف. سيديني فرصه. انا نمره ثلاثه، انه احنا بنشوفنا المليونيات يا استاذ محمد. مليونيات ابو 50 ومليونيات ابو 70 ومليونيات ابو 80 وفي مليونيات كبيره. لما انا بشوف كانت من امه كام دي بقى؟ معرفش. كتيره. لا وشفنا عنف. شفنا اجرام طبعا. وشفنا مولوتوف طبعا. وشفنا ولا زلنا بنشوف ومن الطرفين. وشفنا بس خلي بالك بس عشان ما نقولش بس عشان ما نقولش طرفين. لحظه. لا انا ما اعتقدش حضرتك. وشفنا ولا زلنا بنشوف ناس قالت امبارح احنا مش ضد الرئيس مرسي يكمل فترته، والنهارده بيوقع على ورقه ان هو ايه يمشي. مش كده ولا ايه؟ وشفنا ناس قعدوا في الازهر وقالوا لا العنف، وتاني يوم قالوا لا احنا مع العنف لانهم انسحبوا من هذا الكلام. بس شفنا حاجات كتير جدا. احنا ما امنناش الثوره. لا احنا قبل الاحزاب اللي حضرتك بتتكلم عليها دي ما تتوجد وتطلع على وش الدنيا، كنا احنا بندفع ثمن الثوره. ركز معايا حضرتك وارجع للتاريخ. مين اللي بيدفع ثمن الثوره؟ الاخوان المسلمين وبقيه القوى الوطنيه. كانت بتعمل ايه؟ انا بتكلم بقى احنا بقى 40 سنه 42 سنه احنا كمان ممكن تدفع عليها. طب شويه
طب انا مش انت لوحدك اللي كنت بقول لك على كلمه انا رد على كلمه ايه؟ طب ممكن لا مش هو نقطه معلومات لا لا هتكمل كلامك كل الاخوه الوحيده كانت دي هتكمل كلامك هتكمل كلامك حضرتك وحضرته كلاكما تنتميان للشعب المصري وده شعب عمره عمر حضرته 12000 سنه فانتوا كلكم شغالين على الارض دي من 12000 سنه ممكن اقول لك انا ليا طلب عند مجدي بيه اتفضل سيبنا استرسل حاضر انا بعرف اقاطع لا بس احنا ايه سيب حمزه لا مزعج لا جدا لو اقاطع على فكره لا 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 بص انا بقول لحضرتك ايه انا بقول انه نحن ما امناش الثوره احنا كنا في نضال مع الاحرار من هذا الشعب طوال فترات الظلم سواء كان اللي بيحكم يساري ولا يميني ولا ايه نحن دفعنا سويا هذا الدم كنا في الطليع دفعنا اكتر شويه بعدد سنين كتير وصل 15000 سنه ما اعرفش ولا كام سنه معتقلات ولا ما عندناش مشكله ولما جت الثوره تطلع وتقوم كنا معاها لا علم اترفع للاخوان ولا رايه اترفعت لهم صح ولا لا كان الناس بيقولوا امموا للمجلس العسكري واقبضوا واعملوا وما تعملوش ديمقراطيه واحنا واقفين نقول للناس لا ايه سلم يا عسكري الحكم ده دي موجوده بشهادات الناس كلها اذا نحن كنا مع الناس ولما جه الشارع يختار بالقوانين اللي حطها المجلس العسكري وكان من ضمنها وهو قاعد مع القوى السياسيه كلها القوانين دي لم يضعها الاخوان المسلمين ولم يصغها الاخوان المسلمين ورغم ذلك جاء الشعب بالاخوان جاء الشعب فاحنا ما امناش حاجه وما عملناش حاجه لسه ما عملناش اي حاجه في اي حد لحظه برد براحتك ايوه الامر الثالث انه احنا ما احنا الظلمه ولا الحكومه الحاليه ظالمه ولا حاجه بس خلي بالك من حاجه مهمه قوي إذا أنت تقدر تجمع كل يوم 500 700 1000 10000 وتعمل حرايق فأنت بتعطل المسيرة عشان مرسي يمشي وبتقول له إيه الرسالة إيه وصلت. طب تقدر تجيب الورقة ده وتتأكد لي إن الناس بدل أنت راجل قانوني ده وشفاف تأكد لي إن الناس وقعت عليه بالفعل أنا هطلب من حضرتك طلب ترفعه للإخوة دول. ليه ما يعملوش التوكيل في الشهر العقاري بهذه الطريقة؟ إحنا يا فندم عارفين الدنيا ماشية إزاي؟ وفي ناس من الاخوان وقعت على الثمرات دي في محطات الاتوبيس في باب الله واحمد فؤاد نجم لما قال ان انا وقعت 16 مره كان بينكت هدخل لنا لحظه دكتور حمزه عشان ترد على النقطه دي عشان ترد على النقطه دي لانه هذا الكلام انا شخصيا اثرته مع احد الضيوف فرد قال لي لا والله احنا بنراجع بطاقه الرقم القومي ورقم الرقم القومي اللي متسجل وبنشيل الارقام القوميه المتشابهه ممتاز جدا ما هو الموقف لو طلعت حملة تجرد بكرة الصبح وقالت عندنا 8 مليون مش انت بتقول 6 مليون عايزين يخرجوا الرئيس لا لا هم بيقول دول راح الرئيس عايزين يخرجوا بيقولوا له يا مرسي يمشي وجوب ال 8 مليون قالوا له والله يا مرسي اقعد لمن تكون المرجعية للثمانية ولا للستة ولا للقوالب الديمقراطية التي اتفقنا على الرجوع اليها والتحاسب والتحاكم عندها انا لغايه دلوقتي مع القوالب الديمقراطيه بس سؤال بقى على الاستماع استناني بس أنا مع القوالب الديمقراطيه في اطار الاجراءات ومع الاستماع لصوت الشعب في اطار الاستطلاعات وما الى ذلك ولا استطيع ان انكر ذلك قلت لك طيب. اول جمله قلت لك ايه بس انا اول جمله قلتها للاستاذ مجدي قلت لك ايه انت ما ردتش على سؤاله بس يا دكتور إيه؟ هو سالك قال لك احنا طلبنا طلبات من الدكتور محمد مرسي واحد اثنين ثلاثة ليس من بين هذه الطلبات ان يرحل هو وهو لم يستمع الى هذه الطلبات ولا ابدا اي رد ارد على الثلاث طلبات ارد على قانون الانتخابات تم صياغته وعمله وهات عمرو حمزاوي لما قال كل ما طالبنا به وهو عضو لجنه الانقاذ تم تنفيذه طيب نمره واحد قولا واحدا ليس من مصلحه الاخوان ولا الحريه والعداله ولا الرئيس مرسي انه يزور الانتخابات لم نكن نفعل ذلك ولن نفعل ذلك ولا نقبل بذلك اللي قاعد قدامك ده داخل انتخابات نقابه اطباء القلوبيه اظن سنه 92 او 91 مش فاكر وكان في عز مجد الاسلاميين والاخوان كانوا فيها وسقطت بصوت وكان قدامي ضابط امن دوله يا راجل في بيراجع فيها في عز مجد الاخوان وتسقط ده انت تبقى حاجه تبقى فاشل واقعه خالص سقطت بصوت عارف ضابط امن دوله في شكل يسري ولا تيسير كان بيراقب المساله فجاه خبط على ضهر كده قال لي الدكتور حمزه قلت له قال لي والله انتوا رجاله قلت له ليه؟ قال لي يعني ده صوت واحد يعني دخلت انتخابات المحليات نجحت الساعه 8 بالليل ولا مش عارف 9 بالليل وصلت الساعه 4 الفجر طيب يا استاذ عشان راحت عليك نومه يا استاذ نحن لا نقبل بذلك والله في اللحظه اللي هيتم فيها تزوير انتخاب اقسم لك عن نفسي انا انه ده هيكون اخر يوم في عمري في الانتساب للحزب ولا للاخوان شرفنا الذي
عهدنا الله عليه يتأبى علينا ذات. اثنين، الرئيس حط امور، وضع شوية خطة وقال هنقدر ننفذ فيها. لم تنفذ كل هذه الامور او معظمها او بعضها. تعال نتحاسب، تعال نتحاسب، نقعد بقى، يجي الرئيس على المنصة ونقعد نتحاسب. لكن في المقابل كمان كل ما يجي الرئيس تلاقي حريق ولع، اجيبك تتفاهم معايا على سد النهضة، لا مجيش. وبعدين تاني يوم يروح الاخ عندنا صباحي يقابل السفير الاثيوبي. طب انت يعني، طب ده رئيس الجمهورية، تعالى يا استاذ البرادعي، يطلع على فيينا، وتاني يوم يقول لك هنعمل مؤتمر دولي للسد. ويعتذر. نحن امام صراع سياسي تريد فيه يعني المعارضة النيل من سلطة هذا الرئيس واسقاطه مبكرا. نحن نقول صوت الشعب الحقيقي نسمعه لان احنا قريبين منه، نعتذر اليه عن اخطائنا، نقول له نحن نعمل وسنعمل على اصلاح هذه الاخطاء وسنصل الى نتيجة مبهرة. لا اقول لك ما وراء الكواليس لان في فمي ماء، لكن الايام المقبلة ستثبت ما اقول لك. لكن ان يأتي البعض بطريقة مخترعة لم نسمع مثلها ابدا، انه وقف في الاتوبيس عند بتاع ووقع، او راجل اللي وقع، وقع على ايه؟ وماله ما تبقى طريقه مخترعه، لازم لا ليس ابدا. انا قلت قبل كده في برنامج اي انسان يعبر عن نحترمهم ما لم يصدهم لا بالدستور ولا بالقانون. بس طيب انا 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 عايز انقل السؤال، انا عايز انقل السؤال. ارد ولا لا؟ احترم هذا تماما. استاذ مجد المعصراوي جاي لك الكلام. الكلام اللي قاله الدكتور حمزه زوبع الحقيقه فكرني بحاجتين. الحاجه الاولانيه، الحوار اللي اجراه الاستاذ الكبير محمد حسنين هيكل مع الاستاذ لبيب السباعي في الاهرام على حلقتين اظن او ثلاث حلقات في اول الثوره، وقال فيه ليس عندي مانع، الاستاذ هيكل باللفظ، ليس عندي مانع ان يتسمى المشير طنطاوي رئيسا، فهذا مجرد اقرار بالواقع، وان يحكم المجلس العسكري لمده سنتين او ثلاث سنوات، فهذا ادعى لاستقرار البلاد. دكتور محمد البلدعي طلع قال نفس الكلام، قال ان يحكم العسكريون وان ده سيساوي استقرار البلاد. والحقيقه ان الاخوان كانوا من ضمن القوى المدنيه، ما كانوش هم القوى المدنيه الوحيده، كانوا من ضمن القوى المدنيه التي وقفت تصر على الثوره باليمين وتتعاون مع العسكري باليسار، بس تصر على الحكم المدني برضه باليمين. انتم كثير من القوى الممثله داخل جبهه الانقاذ كانت تصر على حكم العسكري باليمين وباليسار. طيب أنا مين بقى اللي موقفه؟ انا اقول لك بقى، انا على الاقل في حزب الكرامه لا قعدنا مع المجلس العسكري ولا اتفقنا ولا رحنا عملنا اتفاقات زي الحريه والعداله مع المجلس العسكري. اوقاتكم موجود على الوثيقه بتاعت الدكتور علي السلمي. لا لا، الكلام ده مش صحيح. اوقاتكم موجود. لا لا لا، الكلام ده مش صحيح. الكلام ده يعني ممكن تبقى تقول اشاعه، انا في الهيئه العليا للحزب والكلام ده لم يحدث ولم يناقش ولم يوقع احد. ما لا لا، انا هاخد منك خبر دلوقتي. انا الدكتور، انا مش صاحب وثيقه سلمي او موت الدكتور علي السلمي. الكلام ده مش صحيح. لم حزب الكرامه، الاستاذ مجد المعصراوي يؤكد حزب الكرامه لم يوقع على وثيقه علي السلمي. ده صحيح. ولا توافق على ما فيه. ولا اوافق على ما فيه. طيب امال ليه انت؟ احنا كنا بنقول الدستور اولا، الدستور اولا. طيب ده اللي بقى اللي اتفق معاه الاخوان مع المجلس العسكري، عملوا كل اللي يعني الاتفاق اللي عملوه ده هو اللي جاب المصايب دي كلها. لو كنا زي بقيه شعوب العالم عملنا بالابجديات المعروفه في العالم كلها. الدستور قلت يا راجل استنى ست اشهر. استنى بس يا استاذ محمد، لا اصبر علي حضرتك، اديني فرصه. اتفضل. يعني الابجديات كده ويعني الف ب في السياسه، انت بتستفتيني على خمس نقاط في الدستور القديم، صح؟ رحنا استفتينا وقفنا طابور، وكنا يعني كلنا مدهوشين بالعرس الديمقراطي اللي عمل. طب انت خدهم المفروض تاخدهم ترجعهم مكانهم بقى تاني. صحيح. ما خدتهمش رجعتهم، انت خدتهم وعملت بهم اعلان دستوري. قلت في عملت مصيبه. استاذ معصراوي، عشان اوفر عليك جهد كبير، قلت في البرنامج ده وقلت طول عمري ومن ساعه ما اتعملت الكارثه المسماه بالاعلان، ما فيش حاجه اسمها اعلان دستوري. وكلها قرارات اداريه لا قيمه لها. من ساعه الاعلان الدستوري الاولاني قلت لقد صوتنا بنعم فنفذ العسكري نتيجه لا.
كان مقتضى نعم ان تتشال التسع مواد وتحط التسع مواد دول مكانهم ويعلن الدستور القديم دستور 71 دستورا مؤقتا للبلاد. بالظبط كده. ومقتضى لا ان الكلام ده كله يتكب في الزباله ويعلن العسكري اعلانا دستوريا بمعرفته. وتجرى انتخابات بقى برلمانيه ورئاسيه وكل حاجه على دستور. احنا قلنا نعم دي حقيقه احنا قلنا نعم. فالمجلس العسكري نفذ نتيجة لا، لكن كل القوى الوطنية باركت هذا التنفيذ وساعدته. والله لا 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 نفذ لا نعم ولا نفذ لا. هو عمل حاجة اخترع لوحده. هو نفذ نتيجة لا. لا. هو بالظبط هو قال كده. قال لو قلت نعم نرجع للأهرام ونرجع لصفحة المجلس العسكري كلها. قال يا جماعة لو قلت نعم التسع مواد اللي انتوا استفتيتوا عليهم دول بالمناسبه منهم ماده اتلغت لان المواد دي مش دستوريه. ده من ضمن الهزل اللي حصل يعني. ده من ضمن حاله التهريج العامه. ففي قال يا جماعه انتوا لو قلتوا على التسع مواد دول نعم انا هشيل ما يقابلهم من الدستور القديم اللي هو دستور 71 واحييه او اعيده الى العمل مره اخرى باعتباره دستورا مؤقتا. حتى ايامها طلع الاستاذ طارق البشري استشار طارق البشري وطلع الاستاذ صبحي صالح قالوا ان دستور 71 مجمد وليس ملغا وفرق بين المجمد والملغى وبالتالي نستطيع ان احنا نفك التلج بتاعه ده نفك التجميدة بتاعته وده كان الكلام اللي رحنا استفتينا عليه. هيحصل نقول نعم فيتشالوا التسعة دول ويتحط التسعة اللي احنا استفتينا عليهم ويتفك التلج بتاع دستور 71 ويبقى دستور مؤقت كويس. هنقول لا يبقى الكلام ده كله هيترمي في البحر وهنعمل اعلان دستوري. احنا قلنا نعم فالمجلس العسكري نفذ نتيجه لا وعمل اعلان الاخوان وافقوا على الكلام ده وكل القوى السياسيه وافقت على الكلام ده برضه. لا لا مش لوحده. لا 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 الاخوان بس اللي لا هو صحيح مش صحيح. بقى الاعلان السياسي هي اللي وافقت بس مش كل القوى المدنيه ما حدش وافق. وبعد كده ايه اللي حصل؟ ايه؟ بعد مصايب يبقى احنا فيها لغايه هذه اللحظه. لا البلد اتقسمت نصين زي ما احنا شايفين كده. هو البلد اتقسمت امتى؟ تعرف البلد اتقسمت امتى؟ لما بدا الاخرين الاخيار يعني الاخرون اللي في مكاننا تحت الشمس دي يفكروا انه اغلبيه ان البرلمان الجديد ده يعني سقوط مصر في ايدي الاسلاميين الى الابد. في اللحظه دي اللي قرروا ساعتها انه لا يجب ولا يصح والراجل بتاع كيرك باتريك بتاع واشنطن عمل التقرير التغطيه الكبيره. انا كنت بقدم برنامج في الصحافه العالميه لاحدى القنوات الخليجيه خدت التقرير كله ونقل بالنص عن تهاني الجبالي انها قالت نصحناهم ديفيد كيرك باتريك بتاع نيويورك تايمز ونقل عنها قولها ان احنا قلنا له ونصحناه وهي عضو في الايه في المحكمه الدستوريه. اذا ما عندكم مشكله مع الاستاذه تهاني الجبالي؟ لا مش عارف. لا بالمناسبه هو ديفيد كيرك باتريك من الاخوان؟ ديفيد كيرك باتريك من الاخوان؟ ما هو عنده مشكله؟ الجناح السري بتاعنا؟ لا مش الجناح السري. جناح البيت الابيض؟ مش الجناح البيت الابيض مراضي على اللي بيحصل. استاذ مجدي انا لا اتهم حد انا لا اتهم حد استاذ مجدي عشان بس نقف عند الوقعه دي. في هذه الوقعه بالتحديد راحت الاستاذه مستشاره تهاني الجبالي رفعت الدعوه. هي رفعت دعوه استنى بس ورفع دعوه وتقدير واللي حصل في المحكمه اصبر عليا واحنا قلنا مش عليا. راحت رفعت دعوه يعني انها رات ان هذا الكلام بالنسبه لها مشين. راحت رفعت دعوه فلما تقدم ديفيد كيرك باتريك بما لديه من تسجيلات ومن صور قامت عملت تصالح معاه. ده الواقع بيقول كده. انا انكر الواقعه. انا ماليش دعوه ب انا رايي في ان ده صح ولا رايي في ان ده غلط. انقل اليك الواقع كما حدث. المحكمه الدستوريه هنا انا في اللحظه دي احنا خدنا الحوار الى حواديت. لا لا حواديت. لا الى لا بجد يعني اللحظه التاريخيه اللي البلد اتقسمت. اقول لك انقسمت بفعل قسمت فاعل. بفعل فاعل احنا لم يرضى بنتيجه الصندوق. الكلام ده مش صحيح. لا صحيح. حضرتك بتتمرد لانك مش حضرتك. اصل احنا ايه؟ احنا بنلف على ايه؟ احنا بندور على ايه؟ واحنا هنقعد نبدا كتير كده في نبدا كتير لان احنا عايزين نبدا البلد يا استاذ. طبعا يا استاذ مجدي زي ما هو حضرتك عندك ان انا جايب حضرتك عندك حضرتك عندك جايب وزير الثقافه ضد حضرتك انا كل مؤهلاته انه عمل كتابين. كتابين ايه؟ يعني وزير الثقافه الجديده اللي ضد الابداع في البلد دي ولازم يكون يساري ومكتوب عليه. لا مش لازم يكون شعر حر. معلش حد له علاقه سامحني حد له علاقه بالثقافه. يعني ايه الثقافه؟ حد
معلش انا اسف بس معلش والله ايه والله انا اسف انا معايا الابتدائيه على فكره لا لا ماشي لا في تعريف الثقافه حاصر يا مجد ايه حاصر اعتبر اعتبر مين اعتبر او كاتب ده راجل منتج ماله ومال منتج في ايه بس راجل كتير ماشي علاقه بالسوق على اي وجه لا 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 ولا له علاقه لا ما يبقى جمهور لا ما يبقى جمهور انت تريد لا ما يبقى جمهور انت تريد في كل الناس محترمين كتير يا عم يا مجد بيه انا مش انت تريد الدوله في الشارع لا بس من فضلك عاوز رئيس مرسي ما يعينش حد من فضلك ما يديرش حد لا 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 ما يعملش حاجه يا عم اسمعني كل حاجه تعمله فيه اسمع بس الكلام اسمع يا سيدي الفضل اقليه كثيره ممكن تسمع الكلام تسمع الكلام بس للاخر اسمع الكلام الاخوان المسلمين فيهم ناس افاضل وناس محترمين كلهم افاضل وكلهم محترمين كلهم محترمين كلهم افاضل مفيش حد اعرفهم كلهم افاضل انت تعرفهم عشان انت ما تعرفش كتير في الاخوان معلش بقى 30 سنه 30 سنه مش كده اللي انت عارفه ماشي كلهم ناس افاضل وناس محترمين يا اخي في خبرات يا اخي يا ربنا سبحانه وتعالى قال لنا بس من رجال من المؤمنين رجال ناس عندها خبرات وانا مش ضد ان الاخوان وانا قلت الكلام ده في برنامج تلفزيوني انا مع ان الاخوان يجيبوا الوزاره بالكامل صحيح. من الاخوان وانا مع ذلك عشان يتحاسبوا صح على اللي عملوا انجاز نقول لهم اهلا وسهلا ونمد لكم كمان سليم وان اخطاوا او فشلوا نحاسبهم ونقول لهم باي باي مين بقى اللي ماشي الشعب بس. بالصندوق خلاص. بس انت ما تجيش بقى تقول لي ها انك انت عامل مفصل قانون انتخابات على مقاسك وجاي تقول لي تعالى على الديمقراطيه ممكن حضرتك الصندوق ده احد اوجه استشهدتك بمين استشهدتك بمين انا عمرو حمزاوي يا سيد عمرو هو مش انا المفكر السياسي ممكن اقول لك ان حسن البنا مثلا قال كذا كذا لا ما ده ده في الموقف لا ده يعني انا اقصد هو ده خرجي ده بيتكلم عن قوانين الشيخ حسين قال كذا ولا مش عارف مين قال كذا يعني لا انا هاخد الكلام سيد حسين الاخ ما هو بص يا مجدي اخي وجميل وصديق مجدي مجدي في حاجه ما ينفعش في حاجه قصدي ان الاخوان فيهم كفاءات عاوز ايه من ليه جايبين واحد منعدم الكفاءه مين في اسمه ايه لا معلش عشان اسمه وزير عشان وزير الثقافه انا بقول على الهواء الاول يعني انا مسؤولين الاول زي انا مسؤولين يا اساتذه وعلى مسؤولين لا لا ما ينفعش يا اساتذه يا اساتذه يا اساتذه ما ينفعش فعلا يبقى جموع المثقفين في مصر هم جموع المثقفين دول هو عن لسان بعد يقول انا مش من ضمن الجماعه انا مش من جماعه الثقافه مين جموع المثقفين عاوز تقول ال 25 واحد اللي معتصمين 25 واحد موجودين عند مكتب الوزير موجودين المثقفين كلهم مشتبه وفنانين ولا فين؟ طب انا عندي مجموعه كتب ما هو التعالي ده اللي مش يعني ما هو التعالي ده التعالي ده اللي مودي الدنيا يعني اللي مودي بتاع مين؟ التعالي بتاعكم ان انت تقول 25 المثقفين والمبدعين اللي قاعدين انت بتقول جموع المثقفين يا جماعه يا 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 استاذ مجدي استاذ مجدي خليني اولا يا راجل يا استاذ مجدي تعالى على مثقفين مصر استاذ مجدي ما هو انت لما بتقول ال 25 يا دكتور حمزه بعد اذنكم عشان بعد اذنكم لان الوقت هيهرب مننا خليني الاول اسجل انا موقفي وهو الاحترام شديد الاحترام لوزير الثقافه انا مش كلمه عليه شخصه انا بقول لك شديد الاحترام لوزير الثقافه بعد اذنك دكتور علاء عبد العزيز ومعروف ان الوزراء لا ينتخبون فده مش الشعب اللي انتخبه مش الشعب اللي راح في حد عينه وحد يمشيه ده حتى الان هو قانون وعظيم الاحترام والتقدير لكل المثقفين المعتصمين ولحقهم في ابداء رايهم وكل التقدير لموقفهم ولكل السلوكيات التي بني عليها هذا الموقف او المتواصله المتواصلة منذ أن أعلنوا لأنه ده حقه أن يكون وزير ودول حقهم أن هم يعبروا عن حقه أن يمر أخطيخ لكن أن يمر لكن خلينا مش ده موضوع مش ده موضوع لا لازم نكمل حقه أن يمارس عمله من داخل مكتبه من داخل مكتبه من داخل مكتبه طيب خلينا بس خلينا في الكلام خلينا في الكلام الجد السلطة اللي ما بتسمعش لشعبها أي سلطة ما بتسمعش لشعبها بدءا من رئيس الوزراء حضرتك رئيس شركه حضرتك رئيس شركه لما تيجي عندك اداء سين او صاد في اداره من الادارات اللي عندك وتيجي تشيله بالقانون تقول يطلع لك شويه موظفين او ناس من القانون يقول لك لا يسقط مجد المعسلوي انا دارس اداره بالاضافه للطب معايا ماجستير في اداره الاعمال اسمعني بقى اسمعني وعندي شركات هنا في هذا البلد وبره اسمعني عمري ما شفت الستايل بتاع الاداره ده ما شفتوش ابدا الا في مصر اسمعني بس الستايل ده انا مدير شركة انا وزير باخد القرارات اللي هي صالحة لما اضرك قانونا او اخالف القانون روح للمحكمة الادارية روح اعمل تعمله انما تشوه الوزير وتقول عنده سيديهات وصاعد اعدادية وما خدش وما كانش ومونتير والكلام ده كله انا ما اعرفوش انا اعرف حاجة واحدة بس اعرف انك تحترم القانون والدستور ده وزير عين بقرار من الرئيس
بيقاوم الفساد، في واحد يحط صورته بنص مليون، قريت عنها ولا ما قريتش؟ وش يعني سيبك من الكلام اللي الكلام اللي عنده اللي عنده حاجه يروح النيابه. هنزعل عنده، هنزعل بقى. مفيش حاجه الكلام ما يروحش النيابه. لا يروح النيابه. ما يروحش النيابه ليه؟ لانه عقد. واحد انا متعاقد مع محمد لقيتي بيه بيقول لي انا هنزل لك اعلانات في الجريده او احط صورتك حقوق الملكيه الفكريه، عقد ما فيهوش اي اثبات. ايا كان محدش بيوافق عليه يروح النيابه. اللي عنده حاجه اللي عنده حاجه يروح النيابه. خدتونا في حراميه مش معلومه. خدتونا يا جماعه خدتونا في حراميه جدا. والمعلومه اللي قالها الدكتور حمزه الان معلومه غير صحيحه. اللي هي ايه؟ معلومه النص مليون مع اؤكد انها معلومه غير صحيحه. بتاعت ان واحد بيحط صورته بنص مليون، اؤكد انها معلومه غير صحيحه ولا توجد وثيقه واحده، واتحدى انا بحط 5 مليون لو واحد جاب لي وثيقه. يعني انت عندك 5 مليون؟ لا انا بقول لك اهو. لا لا انا عارف ان انا مش هتحدى. اذا ثبت لا لن يثبت. اذا كان هذا الكلام يا عزيزي يا عزيزي هديك المفيد للراي العام. اديني وثيقه. هديك المفيد للراي. اديني وثيقه يروح النيابه. يروح النيابه. اديني وثيقه. طب انت ما بتعرفش اقول ايه؟ إذا كان ما قلته خطأ فأنا أعتذر عنه. بس خلاص طيب. إذا هذه المعلومة بس خلينا نرتب الدنيا صح. دلوقتي أنا عندي استمارات اتجمعت اتفقنا على أنها لاستطلاع الرأي. أو لوسيلة والله الأستاذ محمد بيوم قال لي دي استطلاع رأي. وحضرتك رأيك مفهوم. وفيه أنها وسيلة للضغط الشعبي والسياسي والأدبي. وفي اتفاق على أنه مش هيكون في عنف. كلام جميل. يوم 30 يونيو أنا عايز حضرتك تتخيل لي سيناريو 30 يونيو والدكتور حمزة زوبع يتخيل لي سيناريو 30 يونيو ونتفق فيما بيننا على نتفق أي جموع المصريين مش أنا وحضراتكم مع كامل التقدير على سيناريو يمكن أن ندير به هذا اليوم. تتخيل جمعنا الاستمارات وطلعنا بالاستمارات ورحنا سلمناها للرئيس أو لمن سنسلم إليه هذه الاستمارات ثم ماذا؟ ثم ماذا الناس مفترض يعني او كما اسمع يعني ان الناس تفضل قاعده بقى لغايه ما مطالبها تتحقق بان الرئيس ما تقعد في الميدان وتقعد في الشوارع تعتصم حقها القانوني حقها القانون والدستوري انها تعتصم لغايه ما تستجاب لطلباتها. انا في طلبات ثلاثه اساسيين ما كانش لهم علاقه وانا بكررهم تاني ما لهمش علاقه بالدكتور محمد مرسي اللي هم ايه بقى؟ بيشيلوا اللي هو زي ما قلنا كده ان يبقى حكومه والنائب العام وقانون الانتخابات والثلاثه مقدمه اللي بعد كده اللي فيه طلبات اربعه تانيين اللي هم بعدها منهم بقى تغيير الدستور الدفاع على تغيير الدستور على المواد المختلف عليها دستوريا بلد افتكر الانتخابات بشكل اجرائي اللي هو ما انا بقول لك ده لو اتعمل ثلاثه نخش بقى نقعد على الترابيزه نقعد على الترابيزه كده وندير حوار وطني نقعد على الترابيزه طبعا حضرتك دلوقتي تضمن على الهواء ان بيتحلى الثلاثه دولت ثلاثه غيرهم لا هم ثلاثه بس نتعود الاول يتنفذوا ثلاثه بس اذعان الاول وبعدين نقعد استاذ حمدين صباحي والبرادعي والسيد بدوي يعني تعود الاول الرئيس يعمل الثلاثه دول الاول وبعدين تيجي بنقعد على الترابيزه نقعد على الترابيزه بس كويس ما قعدوا قبل كده وما اتنفذوا ولا كلمه مش حاجه اتقعد خالص وقبل ما يبقى رئيس جمهوريه كمان اتقعد معاه والراجل عاوز رئيس الجمهوريه ينزل ليك الاول وبعدين تقعد معاه لا كان موضوعات ثلاث مرات اربع مرات وقال لك تعالى عشان تحصل المصيبه دي لا ما قبل يا راجل عشان تحصل المصيبه هتحصل الفضيحه انت موافق على اللي حصل ده بذمتك بذمتك انا عايز بس تطلع من انت يا دكتور انت بتطلع لنا ترضي مصر انت ترضى لمصر انت تطلع بتطلع انت لا لا انا عايز بس انت ترضى لمصر المهانه اللي اتحطت فيها مصر بسبب اذاعه ده انا هسالك سؤال انا ابرئ انا سمعت قبل انا ابرئ الدكتور محمد مرسي من المشاركه انه كان يعلم انه ان الناس اللي قاعده على الترابيزه دي ما تعرفش ان الهوا انا ابرئه ماشي من انه يعلم بالترتيبات الناس اللي بتعك في الرئاسه دول الطقم العك اللي موجود ده اللي واحد قاعد يحط الخطط حربيه والتاني بيهوش والتالت بيعمل فضيحه الناس دول كانوا مين انا مش عارف دول ايه دول هم مين دول ده شويه مطيبطين لا مين دول اول غلطه ده الرديف مين؟ الرديف لا مش دول معارضة لا مش معارضة طب يعني لا عفوا برضه لا مش معارضة برضه انا ما اقدرش انت عندي على طريقة ايه والنبي عارضني
استاذ انا اما شفت السادات وصلت لايه بقى والنبي عرفني اختلف معاك انت شوهته لا حطيت وش مشط لا يا راجل لا يا راجل اللي بيحصل ده وده ايه ده طب بس انا عايز اقول على حاجه يا استاذ مجدي انه من انا هعمل عفوا انا هعمل حزب سياسي بكره الصبح وهحط بالمناسبه وده مش ليس هذا بدعا في التاريخ وهحط اول بند في برنامجي السياسي تأييد الرئيس محمد مرسي انا حر ولا مش حر حر طبعا كويس محمد علي جناح الذي قاد استقلال باكستان وضع الماده الثانيه في دستور باكستان الحفاظ على املاك الامبراطوريه البريطانيه كويس يعني طبعا انا ضد ده من اولها لاخرها وانا مع غاندي مش احنا ندفع لتركيا الجزيه لسه 58 اخر بتاع وبعدين عبد الناصر بص في الميزانيه قال لهم ايه ده قالوا ده الجزيه بتاعت قال لهم ايه التاريخ على اي حال لكن يعني انا مش مع وصف ان ده الرديف وده مش عارف ايه يعني اسمح لي بس اسجل احتجاجي يعني كل واحد حر حط برنامجه السياسي زي ما هو عايز اتصرف بناء عليه وبعدين بناء على برنامج السياسي ده انا هروح في الاخر للناس اقول لهم فوت مي صوت من اجلي فممكن يقول لي اوكي هصوت من اجلك او لا انا مش هصوت من اجلك مش ده الحكم ده صحيح بس خلاص وانا محترم ده يا سيدي انا محترم اختيارات الناس لا مختارات الاحزاب بس انا لما ابقى اعمل يعني لما تيجي توصل المساله لفضيحه يعني واحد يقول موقف مقرف للسودان واحد يحط خطط لضرب السودان واحد يقول اشتغل على المشكله في دول المشكله في اللي فتح الهواء يا مجدي بالظبط ما انا قصدي المشكله في اللي فتح الهواء انا بقول على ده طبعا المشكله في اللي فتح الهواء انا بقول يعني في ناس بتتهم الرئيس مرسي ان هو قاصد يشوه المعركه دوله المجموعه انا ابرئ خلينا ازيد هذه البراءه بقول لا بكلم بجد يعني كاني سمعت الاداره اللي موجوده هناك دولت انا اقرا ان السيده الدكتوره باكينام الشرقاوي اعتذرت عن هذا الخطا اعتذرت عن قالت انه خطا وهذا يعني على تويتر وانا اعتقد انه دكتور حمزه زوبع دكتور حمزه زوبع احنا معانا اربع دقائق لحضرتك عشان تقول لنا فيهم ايه رايك في سيناريو 30 يونيو وايه توقعاتك اولا اكرر مره ثانيه من حق الناس ان تتظاهر وتاخذ حقها في التظاهر دون عنف ودون جريمه ودون تاثير على المنشات. لم على مدار عام لم تهدأ الامور كل يوم مليونيه وتحملنا ذلك. هجمت احزابنا ومقراتنا ومقر المؤطم والاتحاديه مقر الرئيس ومع ذلك مرت كل هذه الظروف لاننا لا نؤمن ايوه هقول اهو كل هذه الامور مرت انا بقول لك كل الامور هذه مرت و 30 يونيو ليس استثناء من هذه السلسله يوم لكن سيكون له ما بعده بصورة مغيرة. أتصور أنه بعد 30 يونيو الصورة لن تكون كما قالت قبل 30 يونيو. ليس من وجهة نظر المعارضة ولكن من وجهة نظر إدارة هذا البلد. أنا متصور أنه كل الأمور وضحت. خلال عام استطاعت الإدارة المصرية وكالة الرئيس أنها تعرف كل التفاصيل وكل الأمور. وضعت يدها على مواطن الداء وبشكل كبير. أتصور أنه بعد 30 يونيو وربما قبل 30 يونيو سيكون هناك اشياء او خطط او امور اخرى لا استطيع ان اتحدث بشكل مفتوح عن هذا الامر لكن بعتبر يوم 30 يونيو يوم عادي هنضيفه لل 24 حدث الماضيين يبقى 25 يجي بعد منه يمكن بعدين 3 4 ايام يمكن يوم 31 يونيو يحصل حاجه ثانيه معاك لا ما هو بيقول لك 30 يونيو انا مكمل اما 31 يوم 30 يونيو النور هيطفى شوف والله قبل ما اجي من هنا ناس من قريتي بيقولوا يعني مكلمين بقول لهم معلش انا لان انا رايح طالع على التلفزيون قالوا النبي قول لنا ان النور قاطع عندنا في البلد طيب ماشي ممكن اكمل طيب انا اقول لك على الراجل بس بتاع الفول بتاع مدينه قطر اللي عنه نقطه بس مش هقول كده انت بتقول مجدي بيه ان مش عارف ايه واي وي 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 واحنا سامحنا بده انتوا مين مين انا سمحت ده انتوا يعني وعدت علينا مرينا انتوا مين احنا مين حزب الحريه والعداله والاخوان المسلمين انتوا اصحاب البلد لا هو لا هو كان مستهدف ازاي بقى هو ما كانش مستهدف يعني احداث الاتحاديه واحداث والله العظيم ازاي والله العظيم انا زعلان طيب عارف ازعل ليه لانه انت حضرتك عمال تتكلم عن ان احنا تأممنا البلد وخدنا البلد ولما واحد يطلع يقول احنا عندنا 400 واحد في الوزارات واحنا ما عندناش حاجه و100 نائب مش احنا ما عندناش ليس لدينا في هذه في سلطه في اداره هذا البلد الا نسب طيب. الا نسبا بسيطه زي ما بيقولوا استنى بس انا مع اكمل فكرتي بس في امور ما ينفعش تتجالح فاضل دقيقه عشان تقعدوا في الشورى فاضل دقيقه لا ازيدك فاضل دقيقه واحنا عايزين نسمع كلام الراجل انا عاوز اقول ايه 30 يونيو وما بعده احنا في سيوله سياسيه هائله
لا نستطيع ولا نريد ولا نرغب في أن نكتب صوت أحد. بس اللي بنقوله من يرفع صوته ويطالب بحقوقه لابد أن يراعي واجباته في هذا البلد. خلاص؟ افصنع ما شئت في هذا البلد فأنت حر. وحتى الذين يعني سلطوا علينا الإعلام بشكل غير بين قوسين يعني آدمي أحيانا يعني بيتعاملوا معنا إحنا كأن إحنا مش من آدمين يعني. لا لا لا. أنا بقول لحضرتك هم هؤلاء نقول لهم بنقول لهم لا لا يبني لا يبنى هذا البلد لن يبنى هذا البلد بلا حرية. أخيرا أخيرا مرة توافق الوطن إن شاء الله أمي الله يرحمها ليها تعبير لطيف قوي لما تعددت المصائب والابتلاءات كانت تقول إيه يا ما دقت على الرؤوس طبول وما زالت طبول تدق. السؤال هذه منافسة سياسية لا نريد أن تتحول إلى صراع ونزاع لكن طول ما هي منافسة سنتجاذب أطراف الحديث بيس. ستظهر ما لديك وسأظهر ما لدي سنحتكم يوما ما وفي كل يوم وفي كل ساعة لضمير هذا الشعب سنقول له كما كتبت أنا 10 مقالات في الحرية والعدالة أخطأنا لأننا نعرف أننا أخطأنا ونعترف بذلك ونقول لهذا الشعب حين نخطئ نعترف وحين نعد سنفي. لكن لما يقام ضدنا 25 مليونية معدل 2 مليون كل شهر اعتقد انه من الصعب على اي حد بيعمل اي حاجة انه يقعد يشتغل والناس عمالة تعمل له كده ومحمد بقى هيزعل مني عشان بعمل له كده لانه ده نوع من الازعاج حتى يفشل الرئيس. اقول للجميع لن يفشل الرئيس ان شاء الله لن تفشل هذه الدولة وسيكون لمصر شأن عظيم وسيستمر هذا الرئيس وسيأتي الوفاق الوطني يوما ما لصالح هذا الوطن. دكتور حمزة انت تجاوزت الوقت بقالك 2 دقيقة واحنا تجاوزنا معاك الوقت اهو. طبعا اكيد انا بشكر جدا استاذ مجدي المعصراوي وبشكر من غير جدا الدكتور حمزه زوبع على ان احنا اصحاب من زمان فيضيف ده على على على, على على الجمايل القديمه يعني مش مشكله الجمايل بتاعته يعني. بشكركم جدا انتوا الاثنين. ملخص ما انتهينا اليه لدينا اوراق ذات قيمة أدبية وشعبية وسياسية هي أوراق التعبير في تمرد ولدينا إجراءات للديمقراطية هي 1 2 3 الشعب هو دائما من يملك أن يعين ومن يملك أن يقيل ينبغي احترام السلمية في التحرك منذ البداية وإلى النهاية. لا مانع من الجلوس على طاولة التفاوض ولكن لا مفاوضات إلا بعد تحقيق الشروط. هذا ما طرحه الأستاذ مجدي المعصراوي. ينبغي أن نبدأ بالتفاوض أولا وأي شروط يمكن أن تطرح بعد ذلك على الطاولة. هذا ما قاله الدكتور حمزة زرع. كده أنا لخصت صح؟ لخصت طيب. بس التحاور بدل التفاوض إيه؟ التحاور بدل التفاوض طيب. يبقى ما يكونش دردشة دردش مجرد دردش. يبقى ان شاء الله حوار مثمر ومنتج وارجو ان يكون الحوار الذي دار اليوم حوارا مثمرا ومنتجا. اشكر مره ثانيه استاذ مجدي المعصراوي والدكتور حمزه زوبع ضيفي الكريمين شرفتماني اليوم. وكالعاده خلص الوقت والاستاذ توني عمال يعني يرجو في الايربيس ان انا اخلص الحلقه. كالعادة خلص الوقت ومخلصي الكلام لانه الكلام ما بيخلصي. المهم ان احنا نكون طلعنا بخلاصة من خلاصات الكلام في الحلقة دي. بكرة ان شاء الله هيكون عندنا خلاصة اخرى لكلام جديد. هنفتح ملف القدس استثناء لان احنا في كل الحلقات اللي جاية احنا مهتمين جدا بملف 30 يونيو. حتى نلتقي غدا ان شاء الله دمتم بخير. إليكم تحيات فريق العمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.